We are bringing it back to the basics. In some minutes, we are going to work with the entire body with a focus on form to maximize your strengths in speaking English language. Be confident and don't be afraid of making mistakes. Be with me. سيبك من كل ده يا معلم وركز معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد عاطف من قناتي على اليوتيوب. القناة دي تعليمية خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية بشكل مبسط جدا لجميع الدارسين. والنهاردة استكمالا لسلسلة حلقات مواضيع بالإنجليزية اللي شرحت فيها قبل كده ثلاث حلقات، واحدة بعنوان COVID-19 والتانية بعنوان Modern Technology والتالتة بعنوان أهمية المياه ونهر النيل. وطبعا اللي فاتته الحلقات دي ممكن يلاقيها في صندوق الوصف تحت أو في علامة الآي فوق الفيديو. زي ما عودت حضراتكم هنبدأ الأول بالكلمات وهنختم ببعض الجمل البسيطة. وطبعا هنوه لأن بعض الكلمات ليها نطق بالأمريكي ونطق بالبريطاني، فناخد بالنا من الجزئية دي. طبعا موضوع النهاردة موضوع برضو من المواضيع المهمة واللي المفروض أي دارس أو أي حد بيحب يتعلم اللغة لازم يكون عنده خلفية عن بعض الكلمات بتاعته وبعض الجمل البسيطة. هو موضوع النظافة، موضوع النظافة أو cleanliness. تعالوا نبدأ على طول زي ما عودتكم في الموضوع. أول كلمة معانا النهاردة the first word is cleanliness، ده بالنطق البريطاني cleanliness، ده بالنطق البريطاني. أما بالنطق الأمريكي بيتقلوا الكاف شوية فبيقولوا cleanliness. يبقى بالبريطاني cleanliness أما بالأمريكي cleanliness. The next word is dictionary. dictionary دي باللهجة البريطانية، وطبعا عرفنا قبل كده ان كلمة لهجة يعني accent، شرحتها قبل كده في حلقة COVID-19. اما باللهجة الامريكية dictionary. يبقى ما نستغربش لو سمعنا ان الكلمة دي بتتنطق dictionary or dictionary، الاثنين معناها قاموس. بعد كده معنا كلمة اسمها essential. طبعا معناها ضروري. essential معناها ضروري. the next word ensure يعني التأكد من. the next word citizen يعني مواطن. the next word spiritually يعني روحانيا. environmentally يعني بيئيا. طبعا البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي يؤثر فيه ويتأثر به، اسمها environment. cure معناها علاج او شفاء. بعد كده كلمة مهمة شوية اسمها communicable معناها معدي. يعني امراض معدية. امراض باللغة الانجليزية اسمها diseases. امراض يعني diseases. ونلاحظ ان الاس والاس اللي في نص الكلمة بيتنطقوا شبه حرف الزد شوية، بنقول diseases. the next word godliness يعني ورع او تقوى او ايمان. the next prophet يعني نبي. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء اللي بعتهم ربنا إلى البشر. The next word is وضوء. The next word is morphology. إيه بقى المورفولوجي ده اللي هو النقحرة؟ فاكرين الكلمة اللي فاتت اللي أنا قلت عليها وضوء؟ الكلمة دي مش موجودة في اللغة الإنجليزية وبالتالي فهم بينقلوها زي ما احنا بننطقها بالظبط، وده بيسموه النقل الحرفي للكلمات. نقحرة دي اختصار نقل حرفي للكلمات، او بيسموه في علم اللغة علم المورفولوجيا المورفولوجي. وكلمة وضوء مش موجودة في اللغة الإنجليزية فبيقولوها زي ما هي مكتوبة بالظبط، زي كلمة المسجد الحرام مثلا مش موجودة في اللغة الإنجليزية فبيقولوا المسجد الحرام. الكعبة مش موجودة عندهم فبيقولوا كعبة. ومنها برضو كلمة صورة يعني صورة، صورة قرآنية يعني. آخر واحدة كلمة هولي معناها معظم
أو مقدس، ممكن نقول the Holy Quran يعني القرآن المقدس أو القرآن الكريم. طيب خلصنا من الكلمات، نبدأ بقى في الجمل. نبدأ بأول جملة معانا النهاردة، وطبعا نبدأ الأول بالجمل الإسلامية وبعدين جمل عامة in general مع بعض. أول جملة معانا النهاردة بتقول Allah wants us to always be clean and tidy. We know this because it's encouraging in the Holy Quran many times, Surah Al-Baqarah 222, when he said, truly Allah loves those who turn unto him in repentance and love those who purify themselves. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يريد الله دائما أن يرانا نظيفين ومرتبين، ونحن نعلم ذلك لأن الله شجع على ذلك في قرآنه الكريم حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كمان جملة بتقول We also know that Prophet Muhammad peace be upon him talked about that in Sunnah when he said cleanliness is part of our religion. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وأيضا فقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حيث قال النظافة من الإيمان. الجملة اللي بعد كده بتقول cleanliness as per the Cambridge Dictionary means the state of being clean or the act of keeping things clean. Cleanliness is essential physically, mentally, spiritually and even environmentally. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعني النظافة وفقا لقاموس كامبريدج، وطبعا كامبريدج واحدة من أشهر الجامعات في بريطانيا، حالة النظافة أو الحفاظ على نظافة الأشياء. فالنظافة ضرورية جسديا وعقليا وروحيا وحتى بيئيا. طبعا الجملة دي لو انت كتبتها جملة جميلة جدا. نقرأها آخر مرة. Cleanliness as per the Cambridge Dictionary means the state of being clean or the act of keeping things clean. طبعا ديكشناري أشرنا ليها معناها قاموس، وكلمة ستات يعني حالة، وكلمة being clean يعني حالة البقاء نظيفا. Cleanliness is essential يعني النظافة essential يعني ضرورية جدا. Physically يعني بدنيا. Mentally يعني عقليا، إن الإنسان يفضي مخه من الأفكار السيئة. Spiritually يعني روحانيا. And even environmentally وحتى بيئيا، إن الإنسان يحافظ على الشارع اللي هو عايش فيه، البيت اللي هو عايش فيه، المدينة اللي هو عايش فيها. الجملة اللي بعد كده بتقول cleanliness is the major step to a healthy living. Cleanliness can prevent and cure people from communicable diseases. يعني ايه؟ يعني النظافة هي الخطوة الرئيسية لحياة صحية، كما يمكن للنظافة ان تقي الناس من الامراض المعدية وتعالجهم. طبعا انك تبقى نظيف يبقى معنى كده مفيش مرض، وبالتالي مفيش مستشفيات ولا علاج. آخر مرة هقرأ الجملة. Cleanliness is the major step to a healthy living. Cleanliness can prevent and cure people from communicable disease. الجملة اللي بعد كده بتقول We should keep our bodies, hair, teeth and nails clean. يعني يجب أن نحافظ أيضا على نظافة أجسامنا، شعرنا، أسناننا وأظافرنا. النظافة دي مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها، والله سبحانه وتعالى أشار إليها في قرآن الكريم، وبالتالي إحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا. The next sentence أو الجملة اللي بعد كده بتقول Cleanliness is next to godliness. وطبعا يعني النظافة من الإيمان أو النظافة من الورع. It's the duty of every citizen to ensure a clean home and clean street to enable a peaceful living. يعني فمن واجب كل مواطن أن يضمن بيتا نظيفا وشارعا نظيفا ليعيش بسلام. يعني النظافة دي من الإيمان أو من التقوى، ومن واجب كل مواطن أن يضمن بيتا نظيفا وشارعا نظيفا للعيش فيه بسلام. آخر مرة. Cleanliness is next to godliness. It's the duty of every citizen to ensure a clean home and clean street to enable a peaceful living. بكده يبقى احنا خلصنا كمان موضوع مهم جدا عن النظافة. طبعا الجمل دي ممكن حضرتك تستخدمها في اي موضوع هتكتبه بحيث تبقى مساعدة ليك. اتمنى اكون فدتكم شوية. السلام عليكم.
أشوفكم في مواضيع تانية بإذن الله.